الحقيقة يعني توسع كبير وإنساني في القطاع الزراعي بتستهدفه مصر ضمن برامج استصلاح الأراضي، وده اللي تم كشفه في التقرير الأخير لوزارة التخطيط عن النمو في استثمارات قطاع الزراعة، واللي أكد توسع الدولة المصرية في برامج استصلاح الأراضي لتشمل مناطق جديدة زي الدلتا الجديدة ومستقبل مصر. توسع كبير وملحوظ في القطاع الزراعي تستهدفه الدولة ضمن برامج استصلاح الأراضي، وحيث كشف تقرير وزارة التخطيط عن النمو في استثمارات قطاع الزراعة في هذا العام توسع الدولة في برامج استصلاح الأراضي لتشمل مناطق جديدة ومنها الدلتا الجديدة ومستقبل مصر، بجانب استكمال مراحل مشروعات التوسع الأفقي السابقة والتي تتضمن مشروع توشكا ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء. وأوضح التقرير أن الطفرة الاستثمارية في القطاع تعود إلى تدشين المشروعات المستهدفة لرفع الكفاءة الإنتاجية بالقطاع الزراعي والقطاعات الأخرى المكملة والمعنية بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية. وتستهدف الخطة متوسطة المدى التي تعمل الدولة على تطبيقها ضمن التوسعات في المناطق الزراعية على زيادة الإنتاج الزراعي بالأسعار الجارية ليصل إلى 2.43 تريليون جنيه بنهايتها بمعدل نمو 20% عن العام السابق. كما تهدف الخطة إلى زيادة الإنتاج الزراعي إلى نحو 1.34 تريليون جنيه في عام 2023-2024 بمعدل نمو 4.1% عن الإنتاج المتوقع لعام 2022-2023. ويستحوذ القطاع الزراعي على أولوية واهتمام كبير ضمن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مرحلته الثانية، والتي تركز على إجراء إصلاحات هيكلية ضمن التنمية المستدامة، خاصة أن الزراعة تلعب دوراً رئيسياً في تفعيل البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. ويستوعب القطاع الزراعي حوالي 20% من جملة العاملين بالأنشطة الاقتصادية، كما يساهم بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي، بجانب الإسهام في النشاط التصديري للدولة بنسبة مشاركة لا تقل عن 15% من جملة الصادرات السلعية غير البترولية.